الربع، أتريد الصعود؟ لا، سأكون بخير، اقتربنا. إن لم تجده فسأخرجك. سأعثر عليه. حسناً. وجدته. حسنا، كيف يبدو؟ إنه متداع ولكن سليم. حسنا، هيا بنا. هكذا. صباح الخير. حسنا، دخلت. يبدو أن الكثير منها لا يزال مربوطا. فلنرى، لدينا 1، 2، 3، 4، 5. وفقا لحساباتي يوجد صندوقان مفقودان، سأبحث عنهما. انتظر، اصعد لتغيير اسطوانة الأكسجين. إن الصندوقين قريبان، سأجدهما. ها، وجدت واحدا. وجدت واحدا وبقي واحد. ضعه في المقطورة، نحن قريبون. حسنا، إلى اللقاء. تم تأمين أحد الصناديق. ترى هل سنعثر على الآخر؟ حسناً. يا إلهي، عثرت على الصندوق الثاني. يبدو أنني سبحت فوقه. تباً، الصندوق مثبت تحت المقطورة. سأخبرك، ثبت المقطورة وسنرفعها لك. ولهذا تحصل على مبالغ كبيرة. نعم. ها هو قادم. حسناً، إنه في موقعه. أربط المقطورة وسنرفعها قليلاً لك. لقد أمسكت الكابل، سأربطه حول أحد المحاور. يجب أن ينجح. أجل. رائع، هذا واحد. انتبه لمخزون الأكسجين. لا بأس. هذا الثاني. حسنا، المقطورة مؤمنة، جاهزة للتحرك. حسنا، ابتعد، سنرفعها. أنا جاهز. هيا بنا للأعلى. حسنا، أهذا يكفي؟ نعم جدا، لا تسقطها فوقي. لن أعدك. حسنا، حصلت على الصندوق الآخر، سأربطه مع الصناديق الأخرى. هيا هيا، هكذا. يا إلهي، كل الشحنة موجودة ومحسوبة، وهناك مخزون أكسجين لخمس دقائق. يا إلهي، ربما عليك أن تبقى إذن لتبحث عن بعض الكنوز الأخرى هناك. لا يكفيني هذا. تريد توصيلة؟ أود توصيلة.
أخبرني عندما تكون جاهزا. أنا في موضعي، أبعدني عن هنا. لك هذا. إلى الأعلى. يا لهذا الجمال، ما شعورك؟ أفضل الآن بعد الخروج من النار. ستظل رائحتك الأزمان. سنأتي إليك. تماسك. صامد. كيف حالكم؟ تسرني عودتك يا دريك. نعم، تسرني العودة. ألقي عتادك. خذ. شكرا. هذه الاسطوانة خفيفة. أجعل وظيفتك أكثر سهولة. رجل، ما الأخبار؟ ما رأيك؟ استعادة؟ لآخر جزء. تظهرنا بشكل سيء. أحسن صورتكم. حكومة متأخرة بعشر سنوات عن باقي العالم. انتظر لحظة، فلنؤجل هذا. بطلي. هيا فلنرى ما أحضرت. ما رأيك أن تجعل أحداً آخر في المقدمة؟ تستحق راحة. فلنرى الآن. ألا تشرفنا؟ بالتأكيد. شكراً. مذهل. انظر إلى هذا، حصلنا على نحاس. ستدهشك قيمة هذا الشيء. يدفع العميل الكثير لكل الكمية. ألا تريد إذابته لصناعة العملات؟ هيا بنا نحتفل. على حسابي. أذهب إلى الحانة؟ لا لا لا، ما لم يكن هناك تعويض. إن لم يكن لديك مانع سوف أنهي بعض المعاملات الورقية ثم أذهب إلى المنزل. هل أجلنا؟ حسناً كما تريد. اسمع، أحسنت اليوم. شكراً. أحس. هاي هاي نيت، نيت اسمع. أهلاً، ماذا تفعل هنا؟ معي هدية لك. هدية؟ ماذا؟ وصلتني أنباء عن ذلك الحطام على ساحل ماليزيا. لا. السفينة سليمة. حقا؟ الحمولة جاهزة. أنت بالفعل شخص ملح. و وصلت أموال المعدات. نحن جاهزون باستثناء الرجل الأفضل، الرجل الوحيد الذي أثق به يشعر بالتردد. لم أشعر بهذه الثقة من قبل. أخبرني مصدرك هذا، أمعه تصاريح؟ لا، لم يحصل على التصاريح. لا أحد يحصل على التصاريح. بالطبع لا. نيت، هذا في صالحنا. لا تصاريح يعني لا منافسين. السفينة لنا. لا تصاريح يعني مستحيل. نيت، هذه أموال التقاعد لكل منا. لا أعرف ما تريد، لكن لا أريد العمل في استرجاع الخردة وأنا في الستين. أفضل من السجن. اسمع، سأرفض هذا، فلترفضه أنت أيضاً.
خذها معك فحسب، جاريني. أنا لن أغير رأيي. فلتفكر في الأمر. بلغ كارلا والأطفال التحية. حسنا، لا ضغوطها يا نيد، فكر في الأمر. أجريت بحثاً عميقاً حقاً. يا له من واغد. لا لا، مستحيل. مكانك مع البقية.